Salut les filles, bonjour les blettes. صباح النور وصباح الخير. ويلي اختي كنبغي نتبعكك عليكم شي مره ونقول لكم ديك سالي لي في بونجور البنات، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ هي راه نورمال عاديه، ولكن كيجيني شخصي داك التبزطيق. والله صباح الخير صباح النور، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ هانيين ناشطين فرحانين؟ هذه البدايه ديال الاسبوع كيف كتشوفوا؟ انا باقا مبشقله. لا فطرت في الدار، سويته بلديه وخبيز فريمش وقهوه وحليبه، قهوه وحليبه عاديه تاع الدار. ما يمكنش نخطوي بلا ما، لان الحمد لله يا ربي حمدتك يا ربي وشكرتك. كنت كنفيق في 4 الصباح، دابا مابقيتش كنفيق في 4 الصباح. الحمد لله والشكر لله. صراحه ملي كتكوني كديري الخدمه ديالك وانت فرحانه، لا بالنسبه للوقت ولا تمره، كاينه كلشي كاين، ولكن حتى حاجه ما كتجي سهله البنات. ولكن بالنسبه للتوقيت انا فرحانه بزاف الحمد لله، هذه من رضا الله ورضا الوالدين. والحمد لله، والناس اللي انا خدامه معاهم، ويعني الحمد لله. هذا الصباح ديال الاثنين رميت لكم اليوم في العشيه، هو هذاك رميت لكم غدا في الصباح. المهم نتوما قابلين عليا ياك اخواتي، هادشي اللي كاين. دابا انا غاده للخدمه، غادا ندير السيرفيس ديالي الاول. كيف كتعرفوا كندير سيرفيس في الصباح وكندير سيرفيس ان شاء الله بحول الله في العشيه، وصافي. هذه اليوم كيف قلت لكم اليوم نهار اثنين. شنو نقول لكم البنات؟ كيف كنقول لكم دائما، الخدمه راها مهمه بزاف، مهمه للراجل، مهمه في حياتنا، فهمتيني؟ كيف ما اي حاجه، المهم خدمي شغلي راسك. زوينه كتخليك حيويه، كتخليك واقفه على رجليك، معتمده على راسك، بزاف ديال الحوايج. المهم راه كنت هضرت لكم على هذه القضيه، هذه ديكم نوض خدمي الصقعه، ولكن كاين شعيرات كيفضلوا يجلسوا في الدار، كيفضلوا يربيو وليداتهم في الدار. حتى حنا ربينا وليداتنا في الدار، وحتى حنا جلسنا في الدار، هادشي ماشي عيب. حتى كبروا وليداتنا شويه عاد بدينا نقلبوا على الخدمه، ماشي عيب، لان الغربه هي هذه. كتلقاي مشكل شكون تخلي ولادك، مشكل كبير ديال الوليدات. والله يوفق كلها واحد ويعطي كلها واحد على قد نيته، هادشي ما يقول الواحد. الحياه زوينه، الحياه خصنا نعيشوها بمرها، بحلاوتها، بمشاكلها، بعذابها، بفرحتها. خصك تكون، شوف ما كاينش اللي ما كيوقفش في واحد، او لما يوقعش في واحد المشكل في حياته. كلشي عنده المشاكل، كلشي عنده الازمات، ولا ما كانت عندك الازمه اليوم غتكون عندك غدا، او لا كانت عندك. ولكن بهذيك الطيحه الانسان باش كيطيح، بهذيك القوه النيت كيرجع يوقف، ما تيأسيش. وهذاك الظروف وبهذاك الشيء كله، وعيشوا الحياه ديالكم البنات، ما تخليوش شي حاجه تاثر عليكم. انا هاد السيده اللي كنهضر معاكم والناس اللي كتعرفني مزيان وقريبه ليا مزيان راه عارفه كل شيء. ولكن الحمد لله الانسان ما كيئش، والفلوس حنا اللي كنديروهم ماشي هما اللي كيديرونا، فهمتوا؟ والظروف حنا اللي كنخلقوهم ماشي هما اللي كيصنعونا، ولا يعني انت اللي كتحكمي في الاجواء اللي حايطه بك. واش فهمتوني؟ انت اللي كتحكمي. هاد الهضره هادي فيها تحفيز، فيها تحفيز لك اخويتي. عمرك ما تيأسي، عمرك ما تقولي صافي فاتني الركب، عمرك ما تقولي صافي راه ما بقى ما يدار، عمرك ما تقولي لا ما عندي زهر، عمرك ما تقولي هذا الشيء. ممكن ديري 50 عام عاد تلقاي الراجل المناسب ديالك اللي غادي يفهمك وغايدير بحسابك. ممكن ديري 50 عام عاد تلقاي الخدمه اللي انت بغيتي والوقت اللي انت بغيتي.
ممكن ديري 46 عام ولا 45 عام ولا 40 عام، كتجيك انت 40 عام شي حاجه كبيره صافي شرفتي وهربتي، ولا راه عاد بديتي حبيبه ديالي. كوني على يقين، العمر عمره ما كان عائق على الخدمه ولا على الحياه ولا على الزواج ولا على الزهر ولا على الولاد حتى هما، فهمتوا؟ شحال وحده دارت 48 عام 50 عام عاد ولدك الاول، ما عمرك تياسي، ما عمرك تقولي صافي ساليت سالات الدنيا وتكتئبي وتكمشي وجهك كحال. لا حبيبه ديالي، سيري ما عندكش فلوس لاصال، ديري لا مارش، الطريق عطاها الله فابور، فهمتي؟ الحمد لله المغرب، كنهضر على الناس ديال المغرب وفين ما كنتي، الحمد لله حتى واحد ما خاطيه الماء سخون لا في الدار ولا خارج الدار، موجود الحمام، موجود على برا والحمام موجود في الدار، ولا ما عنديش حتى الدوش ندير برمه وندير الصابون البلدي ونسخن داك الماء حتى يسخن ونفرقه على جوج سطوله ونبرد هذا القرص نبرد الاخر، فهمتوا؟ فهمتوا حبيبتي، ونكرد حالتي ونقي حالتي، ما عنديش باش نشري لي ماسك الوجه، ما عنديش، كاين كلشي طبيعي، غير جوج دراهم تشري لك النشا وحركي وديري عليه غاما ورد وطلي لوجهك، وهانتي طليتي وهانتي بيتي وجهك وها وجهك صبح زوين وارتاحي، وخبيي زواتي وزويته بلديه، ما خطات حتى بلاد، ما خطات حتى، مهم الحياه كتستمر، الحياه راها زوينه، راه ما دايره لينا والو، راه حنا شحال من رحنا اللي كنغلطوا في حق نفوسنا البنات، وحق الله العظيم الا حنا كنغلطوا في حق نفوسنا، شي حوايج ما كنفكروش فيهم حتى كنوقعوا في الفخ، فهمت كيفاش؟ ما عمرك تيأسي حبيبه ديالي، ما عمرك تقولي فات الركب، ما عمرك تقولي فات عليا الحال، لا، وحاجه وحده، ما عمرك تعاشري بنادم اللي مكتئب، وديما عين مغوبش ومهموم ووجهو كحل بالتخمام، هذاك راه غيزيدك غير هم في هم، راه ما غيعطيكش شي نصائح زوينه، والله كيزيد عليك، هذاك تيزيد عليك ولا هاديك، كيزيد عليك، وسبحان الله العظيم إلا تعاشرتي معاهم كتولي أكثر منهم. الله العظيم كنهضر معاكم ديما، شوفي او شوفي ولا شوف كنهضر يعني ديما عاشروا الناس اللي حسن منكم، فهمتي؟ وما تغيروش، الغيره خايبه، الغيره كتكون الحقد الداخل بلا ما تحسي، قولي يا ربي اللي عطاها يعطيني، يا ربي تسهل عليها مسكينه وتسهل عليا تايا انا، الدور ظروف غاي سهل عليك الله، ولكن ربي كينوي، ربي كيعرف النوايا ديالنا وشنو حنا الداخل ديالنا، فهمتي كيفاش؟ ربي كيعطينا على حسب ديك النيه ديالنا، وشنو كيدور لينا في راسنا، واش قلبنا بصح زوين ولا لا، راه ماشي انك مثلا تقولي لا يسهل عليها، لا 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 انا محس، وانت قلبك راه كي لا، وربي راه عالم، ولكن الا قلتيها من خاطرك كيف غتقولي الله يسهل عليها، وتقولي والله يسهل عليا حتى انا وبقلب خالص وبقلب صافي، وتكون عندك واحد النيه زوينه وواحد القلب زوين، والله ما تخيبي، ما تخيبيش وما تخيبش، الا ما سهل عليك ربي اليوم يسهل عليك غدا، وعاوتاني نقول لكم واحد القضيه، خاص الانسان يكون راضي بالرزق اللي عطاه الله، راه حنايا هذا كل واحد الرزق ديالو في هذه الدنيا، راه ماشي كنا غنكونوا لاباس علينا وعندنا الفيلات وعندنا ما عرفت شنو واقفه الطوموبيل الفلانيه واقفه قدام الدار والشيفور وما عرفت اشنو ما هذا، لا ماشي كنا خصنا نكونوا سواء، شي طالع شي هابط، ولهذا خص الواحد يرضى بالنصيب ديالو، وإلا رضيتي بالنصيب ديالك وإلا رضيتي بالحياة ديالك وإلا كنتي متفائلة مع نفسك وإلا كنتي راضية بالواقع اللي عطيك الله سبحانه وتعالى، كيف كنقولوا أنت راضية على راسك على ذاتك على وجهك على شعرك على على على، متصالحة مع نفسك غتكوني راضية حتى على حياتك وربي وشنو عطاك في هذه الدنيا هذه، ربي راه غادي يزيدك، وإلا كنتي راضية غتشوفي راسك أنت راه أنت أغنى وحدة في هذا الكون، واش فهمتي كيفاش؟ الا جلستي غير في قهوه شربتي غير ديك القهوه كتقولي الحمد لله والشكر لله، الحمد البنات الحمد،
بيبان كثيرة. الحمد لله كثير. حمدوه على الصغيرة والكبيرة. حمدوه على الصغيرة غيعطيكم الكبيرة. إلا ما عطاها لك أنت غيعطيها لك في وليداتك. كوني على يقين. والله كيف ديما فاطمة كتقول لكم صباح الخير وكي دايرين لاباس عليكم وكتبدا في شي حاجة ما كنخطط حتى شي حاجه، ما كنكتب حتى شي حاجه في ورقه، ما كندير حتى شي حاجه. داكشي اللي كيجيني في دماغي وفي بالي وكيخرج من القلب راه كنبدا نهضر فيه. عاجي بيا فم وقول هادشي اللي عطا الله وهادشي اللي كاين، والحمد لله على كل حال. حمدنا الله وشكرناه، وهذا الصباح الفتاح يا ربي سهل على كل واحد. بيت الشتا كتصاب، البارح كانت واحد الحراره اللي كنت صورت لكم البارح، فطرنا في الطبيعه وهذا كانت الحراره، ولكن كان واحد الغريبي كيضرب نوبه نوبه، ولكن في الليل تمتد الدنيا. وسبحان الله العظيم ربي سبحانه وتعالى واشتا من بعد هي صبحات الدنيا. شوفوا لاش كتشوفوا السماء من مرايا مغيمه، ولكن كاين واحد الجو زوين، يعني ممكن تخرجي غير بتي شورت ولا هذا، كاين واحد الجو زوين. انا سبحان الله كيعجبني هذا الجو بيناتنا، والله العظيم كيعجبني البنات هذا الجو، ما بارد ما سخون، تقدري تلبسي اللي بغيتي. ما تسميش غدا وانتيا شحفانه وانتيا، يعني الجو كيعجب زوين، انا كيعجبني. ايوا هادشي اللي كاين حبوبات. انا دابا غادا العمل، غادا نبدا الاسبوع ديالي بحول الله، نمشي نديرو خدمتنا حتى الخدمه البنات. الا جاب لكم ربي نهار الخدمه اولا اللي خدامات اولا اللي كيقلبوا على خدمه، المهم الخدمه ديروها من النيه ديالكم، خدموا بنيتكم وربي غيوصلكم، ربي غادي يناولكم داكشي اللي في اي حاجه ديروها من قلبكم، اي حاجه ديروها من قلبكم ربي غادي يناولكم داكشي اللي في نيتكم، وربي غادي يزيدكم القدام. كونوا على يقين. والله العظيم البنات الا كنهضر معاكم من القلب الخالص، كنهضر معاكم بحال كنهضر مع خوياتي، كنهضر معاكم بحال كنهضر مع وليداتي، وكنهضر معاكم من قلبي بلا افلام بلا داكشي بلا هذا بلا هذا. وباش نزيدكم راه انا ما كنربح والو في هاد القناه، ما عندي بها والو، راه لحد الان راني طالعه دابا، راه طالعه في 3 سنين دابا باش عندي هاد القناه، وحتى كنت غادي نحيدها لان ما عنديش الوقت وكنتقلق وكنقول لا انا كنضرب تماره على والو، ما كاينش واحد المشاركه زوينه، ما كاينش واحد البارطاج زوين، ما كيهتموش، وكنلقى قنوات اللي هي تافهه والكلام الساقط وزايدين القدام وواكلين وشاربين منها ومخلصين كراهم منها. انا الحمد لله ما محتاجش داكشي، انتم كتشوفوا انا نايضه غادي نمشي نخدم على راسي، يعني ماشي انا كنتسنى هنا ولا هادي غادي تعطيني باش ناكل ولا باش نشري ولا باش ندير ليسانس باش نتحرك، لا ما كاين حتى شي حاجه، ولكن هادشي ما كيمنعش انني باغا نفرح بهاد القناه هادي وباغاها توصل وباغاها تكبر، ولكن الا ما عاونتونيش نتوما راه ما عمرها غادي تكبر. هادشي اللي كاين، انا صريحه، وهادشي اللي عطى الله، لان القناه الا ما كتبارطاجاش وما كتطلعش كتم غادا وكتنزل اوتوماتيك. وهادشي علاش انا ما بغيتهاش، يعني درتها عن حب ودرتها يعني بواحد النيه صافيه، وبغيتها تبقى دائمه، وخا ما تعطينيش شي حاجه اللي هي كثيره، المهم انها تبقى غادا دائمه وغادا وكتطلع، ماشي غادا وكتهبط. الله يعملني ما نبقى فيها طلع مره 10 سنين وانا المهم نشوفها غادا وكتطلع ماشي غادا وكتهبط. يعني كيعجبك مثلا واحد المحيبق الا جبتي واحد الوريضه وغرستيها في ديك المحيبق وبقيتي كتسقيها وكتطلع راه ما كتسنيش منها شي حاجه، كتسني منها تكبر وتفتح وتشوفيها، فهمتوا كيفاش؟ ما غتعطيك حتى شي حاجه، ما تعطيك ما تاكلي ما والو، المهم فهمتوا هو راه هذا هو. حتى انا يعني هاد القناه راه بحال هذيك الوريضه، تشوفها غير كتكبر وكيدخلوا عندي المشاركين وكتبارطاجي، واللي دخلات كدير لايك واللي دخلات كتخلي تعليق، وشكرا لكم كاملين كاع هادوك اللي ما كيدوزوش وما كيديروش تعليق وكيخليو ديك الكتيبه ديالهم الزوينه، شكرا لكم بزاف، والله شكرا لكم بزاف.
هادشي اللي كاين حبوباتي. الا قدرت الا وصلت قبل الوقت طبيعه الحال ما خصنيش نطلع للخدمه قبل الوقت، ما عندي ما غادي ندير تمايا، خصني نطلع في الوقت ديالي. الا قدني الوقت وكفاني الوقت غادي نصور لكم قهوه نشرب قهوه بيد ما نطلع. الا ما كفانيش الوقت هنا غادي نسلم عليكم، الا كفاني الوقت نعاودوا نتلاقى. انا بقى لي واحد 10 دقائق جيت هنايا نشرب قهوه. انا جيت نشرب قهوه البنات، نشرب قهوه. مهم هاد ولكن ماشي ديما كنلقى الوقت صراحه. اليوم شويه الحمد لله لقيت الترافيك خفيف ظريف. كنهديكم هاد القهوه، كنقول لكم صباح الخير عليكم، كنقول لكم مبروك عليكم هاد النهار، نهاركم مبروك وصباحكم مبروك، تهلاو فراسكم، حتى حاجه ما تغلبكم. باي باي عليكم.